النهاردة حبينا نتكلم بشكل عام مع الناس في القانون، مش عشان نتكلم في قضية. أنا ما يهمنيش قضية راجح وقضية البنا، قاتل ومقتول، والقضاء هياخد مجراه وهيقول كلمة الحق، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، وده مش القانون ده الدين. أنا بتكلم في ظاهرة على العموم، إيه دور القانون عشان يقوم ده، عشان يحمينا من ده؟ هو هرجع أقول لحضرتك الحقيقة، إذا كان الدين شدد وأكد وعمل لنا ضوابط تحكمنا كلنا، فالقانون أيضا مرجعه الدين. فالقانون المصري يبنى على الشريعة الإسلامية رقم واحد، فهي المصدر الرئيسي. والحقيقة اتكلمتي على ظاهرة موجودة بغض النظر عن قضية الشارع دلوقتي، هي قضية محمود البنا رحمة الله عليه، تعازينا الأهل كلهم. ظاهرة العنف والبلطجة ظاهرة كبيرة جدا، لكن بجد الظاهرة دي مش سببها عدم وجود قواعد قانونية أو عجز تشريعي. الحقيقة القانون موجود والضوابط التشريعية موجودة، لكن الظاهرة أساسها الانفلات اللي حصل من أيام 25 يناير، الانفلات أيضا التكنولوجي اللي احنا استغلناه غلط، الأفلام. وسائل طبعا والأفلام والدراما، يعني احنا بجد محتاجين فن هادف مش فن هادم. يعني بجد احنا النهاردة لما كلنا نلاقي الشباب الصغير يقلد اللي بيقولوا عليه نجم، هو مش نجم. صح. محمد رمضان، انا زعلان ان انا اسمه محمد واسمه رمضان ويكون سبب رئيسي في انتشار البلطجة والمخدرات بالاسلوب السيء اللي عمله. واكبر دليل وخير دليل عندنا النجم احمد عز، عمل فيلم الممر، عمل حالة جميلة من الوطنية، وكلنا كنا حاسين احنا عايزين ناخد سلاح وننزل نحارب عشان ندافع عن البلد. ده يؤكد ان الدراما لها تأثير كبير، شتان بين هذا وبين ذاك. بس اقول لحضرتك احمد حاجة. عز قدم رسالة مميزة للمجتمع. بس الفنان احمد عز عمل ايضا اولاد رزق، وكان عبارة عن بلطجة. انا بقول في فرق، هو نجم، هو نجم في الفيلم ده وفي الفيلم ده، عمل حالة من الوطنية بفيلم الممر، وعمل حالة من الفوضى إذن في ماذا فيلم قدم أولاد رزق. أولاد رزق للشارع وللمجتمع، وماذا قدم الممر؟ يعني ده خير دليل إحياء. إن الأفلام بتسيطر والميديا والمسلسلات والمهرجانات بتسيطر على بلدنا. فندم النجم أو الممثل أو الفنان ده نموذج يكون قدوة للمجتمع، يؤدي رسالة، كذلك زي الصحفي، زي الكاتب، زي المحامي، زي المهندس، زي الطبيب، كل واحد عليه رسالة يجب أن يؤديها. والحقيقة القانون حكم ظاهرة البلطجة لما عدل القانون العقوبات وقال إن أي حد يقوم باستخدام البلطجة أو التلويح بيها ضد أي مواطن العقاب فيها قد يصل إلى حد الإعدام. لكن إحنا بجد محتاجين حرفية تنفيذ القانون. ممكن يكون عندنا عوار أو قصور في تنفيذ القانون. أنا بقى طلع النهاردة عشان أتكلم في القصور دي. يعني إيه عندنا قانون وعندنا محكمة وعندنا حاكم ومحكوم وما يكونش فيه إجراء، يعني أقول لك يقطع الشك باليقين اللي هو إعدام، وبعدها ما دام متصور وثابت عليه القضية وفي اعترافات، ليه ما بيتمش خلال أيام ويبقى في ميدان عام، يبقى عبرة لأي حد؟ ده آلية التنفيذ. لكن قبل آلية التنفيذ بجد لازم نقول إن الدستور المصري والقانون المصري أكد على دعم الحرية للإنسان والاحترام للإنسان. عشان كده بدأ الدستور قال لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بموجب أمر من السلطات المختصة، وحتى لما يتم القبض عليه يجب أن يعامل معاملة يعني تحفظ أدميته وكرامته الإنسانية. وأيضا لا يجوز أن يتعرض للإزاء البدني أو المعنوي أثناء القبض عليه أو بعد القبض عليه. فالنهاردة إذن القانون عمل لنا آلية للتعامل مع المتهم أو المجرم، لكن الحقيقة أحيانا الناس بتعاني كثيرا جدا من معاملات شرطية قد تسيء، وهي معاملات فردية قليلة جدا. والحقيقة نشيد بدور وزير الداخلية لما بيؤكد ودايما بيؤمن الضباط من أي معاملة ضابط المواطن معاملة حسنة، لأن الضابط منوط به تنفيذ القانون وليس مخالفة القانون. صح. فالنهاردة ما تبقاش انت رايح تقبض على متهم ترتكب انت أمر مخالف
للقانون. صح. يسيبوا القضية ويجي يقول لك معلش أصل الضابط بيتجاوز، لا خليك نفذ القانون. بس أنا ممكن، أنا ساعات بعذر على فكرة الضابط اللي هو بيبقى رايح ياخد واحد مختصف فتاة قاتل سارق، فغصب عنه بيتعامل معاه بعنف مش بأدمية، ده حقيقي بيحصل، بس عشان اللي قدامه مجرم. فيا ريت أي ضابط فعلا يتعامل بأدمية عشان ما نسيبش القضية والمصيبة يقول لك اه أصل هو ضرب المحامي، اه أصل هو ضرب الضابط هو الطرف الأقوى، والضابط هو معاه سلاح القانون، فأنت مش محتاج العنف أو الأسلوب السيء، أنت محتاج تنفذ آلية القانون، ودي هتسهل علينا كتير جدا إن المجتمع نفسه هيساعد رجال الشرطة في تنفيذ القانون. طب إيه دور القانون عشان نحد من البلطجة والتحرش والقتل والعنف اللي بيحصل في شارعنا؟ أول حاجة يا فندم، القانون لازم تتفاعل مع عدة وسائل، وسائل الإعلام، التعليم، الأماكن الدينية أو الجهات الدينية، الأسرة المصرية، الشارع المصري، كل ده لازم يبقى محور يعني مجتمعي من أجل القضاء على ظاهرة البلطجة والعنف. لأن آلية التنفيذ، المدين بالكلام ده، سيادة المستشار، المدين بالكلام ده مش الأسرة بس، الأسرة بتربي والكلام ده، لكن فعلا رقم واحد ولازم أنا وحضرتك نعمل سبورت عليه هي الميديا، المسلسلات والأفلام. ما ينفعش فعلا مخرج عنده فكرة هتجيب له نسبة مشاهدة والشباب كلهم هيجروا وراها ويجي يطلع أن البطل المتحرش والقاتل ده نجم وفي آخر الفيلم برافو وهرب وما تحكمش في العدالة. هو ينفع يا فندم ظاهرة الفن يبقى فيها حد نقول عليه فنان أو مغني زي بيكا حمو بيكا أو نجم ممثل زي محمد رمضان؟ أنا منزل له فيديو على الصفحة عندي، على الصفحة الشخصية، صفحة البرنامج، وهو واقف بيتعدى وبيشتم الفنان هاني شاكر. تخيلي هاني شاكر ده ويقول له مثال للفنان القدير المغني لكل الأجيال بتسمعه. الحمو بيكا ده عامله وعامل ظاهرة زيها زي القتل بالظبط، زيه زي راجح على فكرة، بس كمان أوحش. أنا بسميه ده إرهاب، مش معانا كمان صفحته بالطبع. لا ده إرهاب غير طبيعية، بره مصر وجوه مصر، ومرة واحدة لقيناه بسلاسل وغوايش وفلوس وعربيات، ده تمويل على فكرة مش من مصر بس، ده خارجي بيطلع يعمل بيسقفوا له عشان يعزودوا له الجمهور. في عرف القانون متلبس بارتكاب جرائم يجب القبض عليه بموجب مواد التلبس اللي هي موجودة في قانون العقوبات المصري.